أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من برنامجكم اليومي التفاعلي تواصل.com. في عدد هذا اليوم نستعرض أخبارا لأربعة ملفات. البداية ستكون مع تجمع للمياه في مناطق عدة كما ستظهر الصورة التي ستبدو أمامكم الآن. هذه المياه متجمعة بمحافظة البصرة بسبب كسر أنابيب المياه الناقلة للمياه وتسببها باستمرار التلوث. ثم نذهب إلى ندوة بشأن الموارد المائية، وانعقدت هذه الندوة مؤخرا وتحدثت عن المخططات الإيرانية الهادفة إلى السيطرة على مياه العراق. يلي ذلك ما رصدته كاميرات المراقبة من أحداث سرقة ومحاولات اغتيال، وكيف تثبت وجود حالة من عدم الاستقرار في عموم العراق. والختام سيكون مع مقاطع جديدة لذعر الطلبة طلبة مدارس بسبب الخلافات العشائرية وحوادث إطلاق النار التي يروح ضحيتها مواطنون أبرياء. أهلا بكم. البداية ستكون مع أخبار تحدثنا عنها سابقاً، وهي المتسببة بتواصل حالة التلوث في المياه الواصلة إلى بيوت أهلنا في البصرة هناك. المواطنون يتحدثون عن أنابيب ضخ ونقل للمياه، هذه الأنابيب متعرضة لأعطال وفيها الكثير من الثقوب الكبيرة التي تؤدي إلى اختلاط هذه الأنابيب، يعني تختلط بالمياه الملوثة وبالأتربة، ومن ثم تنقل المياه إلى البيوت وتظل حالة التلوث قائمة، ما يعني أن تقصير الحكومة الحالية للأسف هو الذي يؤدي إلى استمرار حالة التلوث. البداية ستكون مع تجمع للمياه عند الطريق الرابط بين أبو صخير والزبير، وهما منطقتين في البصرة، وهذا سببه عائد إلى كسر أنبوب ماء البدعة. تعالوا نتابع وإياكم. في الإطار ذاته والأسباب التي تؤدي إلى استمرار حالة التلوث في المياه، مياه الإسالة طبعاً التي نتحدث عنها والتي تصل إلى منازل أهلنا هناك في مختلف المناطق بمحافظة البصرة. في هذا الإطار نشاهد أيضاً مقطعاً يتحدث عن أنابيب مكسورة على طريق محمد القاسم ينتج عنها تجمع للمياه، ما يعطل أحوال المواطنين ويكثف ويؤكد ويعزز فكرة استمرار المشكلة، مشكلة تلوث المياه للأسف. نتابع. إذن المشكلة قائمة مشاهدينا الكرام بسبب تواصل الإهمال الحكومي للأسف. المواطنون يشتكون وما من أذن حكومية مصغية تسعى إلى ابتكار والبدء بحلول من شأنها أن تخفف من التلوث، لا نقول أن تنهيه كما يطمح الكثير من المواطنين، وهذا واجب للأسف الحكومة الحالية ولا تقوم به. نواصل عرض المقاطع التي تتحدث عن الأسباب التي تؤدي إلى ازدياد حالات التلوث شمال البصرة نتيجة تصريف المجاري في الأنهر، الأمر الذي يؤكد أن التلوث للأسف خطر لا يزال قائما. نتابع. هذه المجاري، شوف هذا الشط، شط قضاء المدينة، وهاي المجاري اللي أسستها الدولة والمسؤولين الفاسدين اللي يضخون المياه المجاري إلى داخل المدينة.
الى شط المديمه، وهاي الامراض كلها سببها المسؤولين الفاسدين في قضاء المدينه. خلي يسمعون، خلي يسمع العالم، خلي تسمع الجهات والمنظمات الانسانيه في العراق وخارج العراق، اذا كان هنالك من يهتم بالانسانيه في العراق. وبعد فتره يقولون والله المياه ملوثة بالأنهر، هو سبب التلوث من الدولة وليس من المواطن. إذن كانت هذه لقطات لما يحدث في قضاء المدينة شمال البصرة وما يؤدي إليه استمرار هذا التلوث، من بقاء لحالة المشكلة أو من بقاء واستمرار للمشكلة التي يعاني منها مختلف الأهالي الذين يشتكون من وصول مياه إسالة فاسدة وملوثة ومسمومة للأسف. في الإطار المائي أيضاً، ولكن نذهب إلى التحذيرات من مخاطر إيرانية تتهدد الحصة المائية العراقية، إلى موضوع آخر وفيه ندوة انعقدت للتحذير من مخاطر المخططات الإيرانية التي دخلت حيز التنفيذ وتهدد مستقبل الثروة المائية العراقية. وزير الموارد المائية قال إن إيران تبدأ إنشاء سدود للسيطرة على المياه العراقية. الملك العراق فيصل الثاني الله يرحمه وضع حجر الأساس، ثم أكمل في الخمسينات وافتتح الزعيم عبد الكريم قاسم. نحن سبقنا جيراننا كثيرا، خمسين سنة، أكثر من 50 سنة في بناء منشآت السيطرة. الآن هذه الصور 8 ربما 10 سدود الآن تبنى أو أكمل بناءها في إيران. هذه راح سيطر وسيطرت على كل إيراداتنا إلى سد دربندخان، وقلت إيراداتنا بنسبة كبيرة جدا لهذا السبب. صحيح هي سدود صغيرة، ولكن عدد كبير من السدود الصغيرة يجعلها كأنها سد كبير. وزير الموارد المائية تحدث أيضا عن تواصل ضخ مياه شط العرب المالحة إلى محافظة البصرة. وفي عام 97، في عام 92 حقيقة، بدأت الحكومة العراقية السابقة تفكر بكيف ممكن مدينة البصرة تشرب مياه. قال انسوا شط العرب، لأن مياه شط العرب لم تعد صالحة للاستهلاك البشري منذ الثمانينات. وكلفت شركة إنجليزية، بني بارتنرز اسمها، هي نفس الشركة اللي بنت سد دوكان. قال لهم اعطونا خيارات للحكومة العراقية، شلون نقدر نخلي أهل البصرة يشربون مي؟ قدموا لهم 6 خيارات. واحدة من عندها توصيل مياه نهر الغراف من الناصرية إلى البصرة عن طريق قناة اللي الآن شهيرة اسمها قناة البلعة. هذه أنجزت بال97، وبال97 وبتوقيع وزير الري آنذاك منع البصرة أن تضخ من مياه شط العرب إلى نظام مياه الشرب لأنها مياه ملوثة. أقول لك حقيقة غائبة، لحد هذه اللحظة تضخ مياه شط العرب بنظام مياه الشرب إلى مواطني البصرة، وهذا سبب التلوث وهذا سبب التسمم اللي حصل، في حين قناة البدعة لا تزال توصل الكميات المناسبة التي تغطي احتياجات مدينة البصرة من المياه العذبة إلى شمال البصرة إلى أحواض كبيرة جدا، ومنها تضخ إلى محطات المعالجة والتصفية. ومن وزير الموارد المائية نذهب إياكم الآن إلى وزير الزراعة والري السابق في كردستان، الذي تحدث في الندوة ذاتها عن الحكومات التي تولت على المشهد السياسي العراقي منذ عام 2003، وقال إنها فشلت بإدارة ملف المياه. فخلال هذه الفترة وبعد سقوط النظام السابق لم تقوموا بأي سدود، ولم تكن هناك أي اهتمامات للسدود، لإقامة السدود. سد بيخمة أكبر السدود، وجنابك أنا أتعجب كشخص أكاديمي ووزير تتكلم نحن لسنا بحاجة إلى سدود. كيف لسنا بحاجة إلى سدود؟ هل المياه كلها تروح هدر إلى الخليج؟
لا تذهب المياه. مشروع الزاب الكبير، الزاب الكبير ليس عليه أي مشروع. لا مو معناته مدى تسمعني. تسمح لي. أنا قلت لو كان عندي مياه لكنت أهدرها بالخليج. أخي قول الفساد الإداري المستشري في العراق وهالمليارات كلها تروح هدر، هذا السبب الرئيسي. لازم أن تتكلم بموضوعية. أنت بقيت سنتين أنت كوزير، ما هي المشاريع السدود اللي قمت به؟ لا لا واحدة. أنا أتابع أعمالك، لكن يا أخي الفاضل تركيا، أنا إلي دراسات كثيرة في تركيا، كل سنة تخصيص 4 مليارات دولار للسدود، هذا واحد. في إيران أكثر من 2 مليار دولار للسدود، كم خصصتوا للسدود؟ صفر. لا صفر. إذن هذه حكومة فاشلة من 2003. الحكومة المائدة كانت أحسن منكم 100 مرة، لأن كانت تهتم بالإقليم، لكن بأمور سياسية سد بيخمل لم يتم إكماله. لو كان السد بيخمل تم إكماله الآن، أهل البصرة كان يشرب مي العذب على علمك. وشكرا. هذا تحدث كما شاهدتم، وهكذا كانت الشهادات الواضحة، وللجمهور حقية أن يحكم كيفما يشاء. الآن إلى موضوع آخر نتابع فيه ما قاله ناشطون من البصرة الذين أكدوا استمرار تجول عجلات بلا أرقام تدعي الحكومة أنها تمنعها من أجل ضبط حالة الأمن والاستقرار في البلاد، ولكن لا تزال مثل هذه العجلات التي لا تحمل أرقاما تتجول في عموم العراق بلا حسيب ولا رقيب وتهدد حياة الكثير من المواطنين. نتابع. حتى تسيل على خديه أوأه الله بها غرفا يسكنها أحقابا، وأيما مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل على خده فيما مسنا. يقول ناشطون عراقيون في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مثل هذه العربات التي لا تحمل أرقاما قد تضر بالحالة الأمنية العامة، فربما يجنح بعضهم إلى استخدام مثل هذا النوع من السيارات من أجل تنفيذ بعض الجرائم. لكن الحكومة الحالية التي ادعت أنها ضبطت مثل هذه الحالة تبين خلاف ما تزعم أنها طبقته على الأرض، وهو ما تؤكده الصور التي شاهدتم قبل قليل. عموما ننتقل إلى مشكلة أخرى. الشيخ رضا التميمي يتحدث عن محاولة اغتيال تعرض لها من قبل مسلحين لكنها باءت بالفشل. نتابع أبرز ما قاله. بعد أن أتممنا هذه الوجبة توجهنا إلى زيارة أحد الجرحى التظاهرات الأخرى. في طريقنا توجهنا إلى منطقة الناولجم لإيداع بعض الأغراض البيت. للأسف الشديد كان يلاحقنا اثنين على دراجة نارية وإطلاق الرصاص الحي طبعاً باتجاهنا. الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى نجانا من هذه المحاولة الفاشلة. احنا نوجه نداء للقوات الأمنية وللمعنيين في البصرة إلى أن يوفروا الحماية الكاملة لكل ناشط مدني ولكل صوت بصري خرج ليطالب بحقه. هذه الإصابة اللي وجدنا طبعاً هو كان عندما ضرب النار على الجامع اللي أنا كنت في جانبي، هذا الحمد لله والشكر أنه ما كان تأثير الرصاص قريب عليه، وإنما هو كان من الزجاج اللي يعني توقفوا الطرقهم ورمحوا. نعم الحمد لله بزاحة، نسأل الله أنه يحفظ الجميع وكل الناشطين المدنيين. الشيخ رضا التميمي. عدسات المراقبة أيضا رصدت مشاهدين حادثة سطو مسلح على رجل في بغداد قام بها مسلحون. إلى ما رصدته عدسة مراقبة أخرى، وفيه سائق سيارة يحاول سرقة امرأة عائدة بأطفالها من المدرسة في وضح النهار.
أحلكم الله أيها العراقيون. قبل أيام على امتداد حلقات سابقة من برنامج تواصل دوت كوم مشاهدينا الأعزاء، نشرنا مقاطع تتحدث عن ذعر أطفال مدرسة في الفضيلية بسبب نزاعات عشائرية، حتى أن طفلا قتل في تلك النزاعات. سنعرض عليكم الآن مقطعا جديدا لتلك الأحداث التي شهدتها إحدى مدارس الفضيلية، وفيها ذعر أطفال المدرسة بسبب النزاع العشائري الذي وقع في المنطقة قبل يومين. نتابع. إلى عدسة المراقبة من جديد، وفيها أحداث يومية تقع في العراق تثبت للأسف وتفند ادعاءات الحكومة أنها تحفظ الأمن والاستقرار في عموم البلاد. كاميرا المراقبة ترصد مقتل مواطن في منطقة الفضيلية بالرصاص الطائش. الآن وصلنا وإياكم إلى فقرة آراءكم، واخترناها لكم عما حدث في مستشفى المجر في ولادة في ممر بمحافظة ميسان. طبعا هذه الحادثة وقعت في المستشفى وبمساعدة إحدى ممرضات، بعدما امتنعت الطبيبة من استقبال المريضة التي كانت بحاجة إلى الولادة في المستشفى ورفضت أن تقوم باللازم معها، إضافة لمنع الممرضات الأخريات من مساعدتها، والسبب نزاع عشائري قديم وتخاصم بين أهالي الطبيبة وأهالي زوجة الشخص التي كانت تود الولادة في المستشفى. مع العلم أن مرتدي مواقع التواصل ذكروا أن الحكومة الحالية تحدثت عن فتح تحقيق من قبل وزارة الصحة. الآن نشاهد مقاطع أو نشاهد صور ستظهر أمامكم تبين كيف أن المرأة ظلت في يعني منطقة بمدخل المستشفى ورفض أن يجرى إليها أي عملية، وإحدى الصور التي نستعرضها تظهر وثيقة تؤكد هذا الأمر، لكن الواقع يقول إن الحكومة الحالية لم تفعل شيئاً ولم تحاسب أحد على هذه الفعلة التي أغضبت العديد من العراقيين. كتب زوج السيدة التي منعت من الولادة وظهر المنشور الذي كتبه في الصور التي خرجت قبل قليل. لا أعلم إذا كان هناك إمكانية لعرض الصور مرة ثانية، سنحاول عرضها طبعا مشاهدينا الكرام ذات الصور. زوج السيدة طبعا التي منعت من الولادة في المستشفى من قبل إحدى الممرضات كتب قائلا إن إحدى الممرضات منعت ولادة زوجته في المستشفى بسبب مشكلة وقعت بين زوجها وهو يعمل معاونا إداريا في نفس المستشفى، مشكلة بينه وبين عشيرة الزوجة التي منعت من الولادة، وأتبع قائلا الزوج طبعا أن المعاونة تذرع بعدم وجود إمكانيات في المستشفى للأسف. الآن سنقرأ عليكم بعض التعليقات التي جاءت كرد فعل على هذه الحادثة. في التعليق الأول نقرأ ما كتبته علياء عواد، تقول علياء المفروض الدكتورة تتحاسب من نقابة الأطباء وتتحاسب المستشفى أيضا، اتقوا الله شوي. علياء تتحدث عن ضرورة أن يفصل الموظف سواء كان طبيبا سواء كان عاملا في أي دائرة حكومية، أن يفصل ما بين العلاقات الشخصية والأحداث الشخصية التي يعيشها في بيته وأسرته وعشيرته وما بين ما يفترض أنه واجب عليه أن يقوم به. لذلك تطالب علياء بمحاسبة هذه الطبيبة التي رفضت أن تقدم الخدمة المفروض عليها لمواطنة عراقية. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي نقرأ ما كتب باسمان، يقول الطب مهنة إنسانية راقية تنقذ أرواح الناس وتعالج جراحاتهم، مهنة الرحمة كيف تتجرد من إنسانيتها لتتحول نعرات عشائرية ولتعود بها إلى أصول الجاهلية المقيتة. هذا العراقي يتحدث عن أن هذه الممرضة أو الطبيبة لا تحمل أي من الرحمة في قلبها، وللأسف
ربما لم تقم بواجبها كما كان ينبغي عليها باستقلالية وعدم انحياز إلى عشيرتها، وإنما يجب عليها أن تنحاز إلى مهنتها المفروضة عليها وأن تساعد هذه المريضة. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي ورد فعل غاضب أيضاً من مهند، يقول مهند: تخيل طبيب وهذه عقليته، إذا النخب الاجتماعية تتصرف بهذه الصيغة، إذا لا حرج بعد الآن، شعب مهزوم من قبل نفسه وبدون أي عدو خارجي على العراق، تجوز الرحمة. مهند يتحدث عن فكرة التعاطف والتعاون وتضاد التعاضد العراقي الداخلي. لماذا تقوم هذه المرأة بالامتناع للأسف عن تقديم مساعدة إلى امرأة بين الحياة والموت، امرأة بحاجة إلى الولادة، امرأة لها ظروف خاصة؟ لماذا تغلب النعرات العشائرية كما يقول مهند تغلبها على واجبها تجاه مريضة؟ إلى تعليق آخر. في التعليق التالي أحمد أيضا يقول: القرآن صرت ولا أتعجب من أي شيء يصير بالعراق، لأن كل شيء عادي ومباح وحياة غابة. أحمد يتحدث عن غياب فكرة العدالة المجتمعية وغياب فكرة محاسبة المخطئين. إلى التعليق الأخير في هذه القضية، وكتبته شهد، تقول شهد: حسبي الله ونعم الوكيل، هيج الإنسانية ماتت وخوف الله ماكو، العدل من اديته القسام، وفوكا يسموهم ملاك الرحمة. يا رحمة هذه أي رحمة، ماكو قلب أسود كله حقد، الله لا يوفقها. شهد تتحدث عن الطبيب باختصار، على من ولي مسؤولية عليه أن يكون بقدر هذه المسؤولية وأن يتقي الله في الأمانة التي أوكل إليها، وأن يفصل ما بين علاقاته وما بين واجبه. كانت هذه أبرز ردود فعل الشباب العراقي على الفيسبوك تجاه هذه القضية، كيف أن طبيبة امتنعت عن تقديم خدمة لمريضة كانت بحاجة إليها. الآن إلى تويتر. تغيير النشيد الوطني، هذا هو الهاشتاج الذي نشط في الساعات الأخيرة، وعراقيون يسخرون من الفكرة التي اقترحها نواب عراقيون، وقالوا: هل انتهت المشاكل في العراق حتى يتفرغ المسؤولون لفكرة تغيير النشيد الوطني؟ هناك مشكلات أكبر ينبغي على المسؤولين أن يركزوا فيها ويبتكروا الحلول من أجلها، لا أن يتحدثوا في مثل هذه الأمور التي لا تقع في دائرة الأولوية بالنسبة للجمهور العراقي. نقرأ الآن أبرز التغريدات التي ذيلت بهذا الهاشتاج تغيير النشيد الوطني. علي يقول: تركوا كل مشاكل العراق، كأنه العراق سليم وأمن وشعب عايش ترف، وما محتاج غير تغيير النشيد الوطني حتى تكتمل سعادة كلش. الآن هذه التغريدة واضحة، نذهب إلى تغريدة ثانية لنرى ما كتب صاحبها. يقول علي المنصوري: ما عندنا شغل وعمل يوميا، مغيرين النشيد والعلم حتى العالم احتاروا بينا. علي أيضا يتحدث عن فكرة أن تغيير النشيد هذه مسألة لا تقع في إطار الأولوية، حتى أن البعض يسخر من مثل هكذا تصرفات لهكذا نواب. إلى التغريدة الثالثة نذهب وإياكم، وفيها ما كتبته سارة. تقول سارة: تركوا كل شيء مهم وركزوا على النشيد، قبل لا تغيروا النشيد خلي يصير عندنا وطن يلمنا ونشعر بالأمان به، وحكومة تليق بتاريخنا وخدمات تخدم شعبنا. أنتم شايفين مدارس العراق، الله وكيلكم، هاي مدارس تليق بالعلم بالعلم وتعليم. سؤال لكل وزير: كيف تنام الليل وإنت سارق وطن؟ تغيير النشيد الوطني. إلى التغريدة الأخيرة نذهب وإياكم الآن، وفيها ما كتبه محمد. يقول: على أساس انتهينا من حل جميع المشاكل، تخلصنا من كل المعضلات التي يعاني منها العراق، انتهينا من إعادة الإعمار، تخلص من أزمة التلوث البيئي في الجنوب، أكملنا خطة البدء بتطوير البنية التحتية، تم هيكلة الاقتصاد، تم حل مهزلة التعليم، حاربنا الفساد، لم يتبقى سوى تغيير النشيد الوطني. طرح كثيرا من المشاكل هذا محمد في المشهد العراقي، وكيف أن النواب تركوا كل هذه المشاكل وتحدثوا عن تغيير النشيد الوطني. الآن نذهب وإياكم إلى المقاطع المصورة. المقطع الذي اخترناه لكم مشاهدينا الأعزاء يتحدث عن الواقع المائي في العراق، فبأمر من خامنئي إيران تقطع المياه عن العراق.
ختام حلقة التواصل لهذا اليوم، إلى اللقاء.